السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم من جديد مع الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر والخبير العالمي في علوم التربية والاتزان، وهنناقش معاه النهاردة كيف نحسن تربية أطفالنا، لأن التربية في الصغر مهمة جدا لغرس القيم والأخلاق حتى ينشئ لنا جيل يطيع الله ورسوله. وطبعا منورنا يا دكتور النهاردة في حلقتنا، وبنرحب بحضرتك من جديد. الله يبارك في حضرتك، كل عام بخير. وحضرتك بخير يا دكتور. دكتور رضا، ممكن حضرتك تقول لي ما هي أهمية الأربع سنوات الأولى في تربية الطفل؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا الحقيقة اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المربين. طبعا إحنا الأهمية مش بتبدأ بعد ولادة الطفل، إنما أهمية تربية وإعداد الطفل بيبدأ في مرحلة الحمل. فما الابن أثناء التكوين بتتكون شخصيته وهو في رحم أمه في البداية، بمعنى أن الأم لو كانت أم مثقفة دايما ترى الأشياء الهادفة في التلفزيون، تتكلم في المواضيع القيمة، تقرأ القرآن، تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الريلاكس، ما عندهاش انفعالات في حياتها، ما عندهاش واقع من النميمة في البيت، و لأن ده كل ده بينعكس على تكوين الطفل في رحم الأم. حتى لو هو في الرحم بيعرف إذا كانت أمه بتنم أو ما بتنمش. صحيح، لأنه هو بينمو فيزيائيا، فلما بينمو على الطاقات والترددات، لأن الكلام ده عبارة عن موجات وترددات وأبعاد ومدى وطاقة الكلمات. فالتبادل في التكوين أثناء تكوينه في رحم أم بينمو بقى فيزيائيا، يعني لحمه بيكبر، عظمه بيكبر، رأسه بتكبر، خدت بال حضرتك؟ ورب تبارك وتعالى يقول وخلقناكم أطوارا. فهنا الأم دي مثلا لو ربت الطفل ده على أنها دايما تشوف نشرات الأخبار وحوادث السفن والطيارة وقعت، صحيح، واحد مش عارف، هيطلع طفل مضطرب، شخصيته مضطربة، طفل عنيف، طفل إذا شاف زي اللي احنا بنشوفهم في الأيام. أحسنتي. يبقى الأم في أثناء الحمل لابد أن هي تعلم أن الطفل يرى ما تراه، وهو في السن السابع يرى ما تراه الأم ويحلله في المخ، فيرى هذا الطفل هذه الأم، يرى بقى معاها، يرى المعارك الحربية أو يرى سور القرآن، يرى معاها مثلا السرقات والقتل والعماير بتوعها، أو يرى حدائق وجمال وزهور بتتفتح صحيح. فاللي هتشوفه الأم هينعكس على الابن. فبتبدأ التربية منين؟ من الحمل، مش بعد الحمل. مش بعد الحمل، يعني دايما بيقولوا الأطباء بيقول لك أول 4 سنين في عمر الطفل أنت كده بتربيه، إنما بعد ال4 سنين دول بتوجهه. لا، هو بس إحنا عايزين نقول إن هنوصل للي حضرتك بتقولي عليه ده، بس إحنا عايزين نركز إن أثناء تكوين الطفل في رحم الأم بتتكون شخصيته. نعم، بتتكون شخصيته وملامحه ومشاعره وعواطفه، بتتكون انفعالات فاللي الأم هتشوفه أو الانفعالات اللي هي هتعيشها هتنعكس على هذا الابن. يبقى احنا بنطلب من الام هنا ايه؟ ما تشوفيش افلام عنف، ما تشوفيش سرقات وحروب وضرب نار وعماره وقعت لان كل ده ينعكس على ابنك. بس هي المشكله يا دكتور ان في مجتمعنا دلوقتي هو ده الشائع، يعني حضرتك بتفتح قنوات الاخبار بتلاقي ما اعرفش مين قتل مين وانا ليه اتفرج على مين قتل مين؟ يعني انا هستفيد بيه؟ هل انا هروح اعاقب القاتل واوقف القاتل عند حد؟ لا اكيد لا، بس هي الفكره بقول لك يبقى عندي معلومات يعني اللي بيحصل حواليا في الدنيا. يعني شوفي حضرتك، مهم جدا جدا أننا لا يفرض علينا ثقافة يريدها الآخر. أنا أريد أن أصنع لنفسي ثقافة الهدوء والسمو الروحي والهدوء الوجداني ومهارات تربية أولادي. أنا أريد أن أصنع ثقافة تريح لي أعصابي، تريح لي أفكاري، تريح لي انطباعاتي. ما يجيش واحد بقى أعصابه تلفانة ومريض نفسيا وبيعمل فيسقط عليك، فيعمل إسقاط عليا. أنا ما سلملوش نفسي، أنا مش ضحية. فإحنا عايزين دلوقتي لازم، يعني أنا دايما أتكلم مع أولادي، الأجيال اللي طالعة، الأجيال العربية القيمة اللي طالعة، صحيح، هذه الأجيال التي يعني أنا فخور بيها، في أجيال حلوة قوي. حقيقي، مش عايزين نركز على السلبيات اللي بتركز، يعني الأولاد تفرح حقيقي يعني. يعني فإحنا عايزين نقول دلوقتي أثناء تكوين الطفل ده، يا هانم، حمزة طفل في جنب طنطا، طلع أمه بتراجع معاه بعد ما كبر وبقى عنده سنة ونص وبدأ ينطق الحروف. أمه كانت بتسمع القرآن الكريم قبل ما تولده
وهي حامل فيه ما شاء الله كانت هو بتراجع تعود القرآن، على سماع القرآن الكريم، سمع وهو في بطنها القرآن الكريم. وكلمة سمع وهو في بطنها دي علوم، أنا بتكلمش كده عشان كده يا دكتور في الغرب دايما يقول لك الأم تسمع مزيكا هادية علشان خاطر صحيح صحيح يطلع الطفل عنده ريلاكس، عنده ريلاكس صحيح. طيب النهاردة الطفل يرى في السن في الشهر السابع، دي علوم واكتشافات الأبحاث العلمية وصلت إلى ذلك، يعني ده مش وهم أو ضرب من الخيال. طيب ما دام ابني بيسمع وبيحس ويرى معي، لابد انا ان اساهم في تكوين هذه الشخصيه صحيح. انها تطلع شخصيه ريلاكس، تطلع شخصيه حنونه محبه لكتاب الله. ام حمزه كانت بتراجع القران الكريم وبعدين في سنه ونص بتقرا، فالولد بدا يردد معاها ما شاء الله، فبدات تكمل معاه. حمزه سنتين ونص كان خاتم القران، خاتم الكريم ما شاء الله ما يعني شاء الله. ما كان لسانه ما بيكملش الحروف انما كان حافظ الحروف، أربع سنين كان أهم حافظ في العالم، واخد جوائز عالمية، ست سنين كان أهم قارئ، في فرق بين القارئ. هي دي بقى التربية اللي احنا عايزينها وبندور عليها حقيقي. ربنا يعزك ربنا يعزك. فهنا احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول هنا ان ما نقولش ايه، اصله عيل بعد ما اصله ما بيفهمش حاجة. لا ده